وزي ما قلت لحضراتكم اننا بنحرص على تقديم كل الوان العمل الصحفي والتلفزيوني. على مدار سنه كان ملف السياسه شاغل مساحه ومكان مهم جدا في مصر جديده، لاننا طبعا ما فيش حد فينا ما بيهتمش بالسياسه، ولان السياسه ببساطه شديده هي حياتنا اليوميه اللي بنعيشها. عشان كده ناقشنا على مدار سنة فاتت ملفات وقضايا سياسية كتيرة ومهمة، وأجرينا حوارات سياسية مهمة مع شخصيات كبيرة، وكان عنوان حواراتنا معاهم طول الوقت الصدق، حتى لو اختلفنا مع أي تصريح أو توضيح، لكن إنك أنت تقول الصدق أفضل بكتير من إنك تجمل الصورة. وده اللي لقيناه في حواراتنا مع ضيوفنا في مصر جديدة طول الوقت على مستوى الضيوف السياسيين والمفكرين والمسؤولين الكبار. وده اللي يخليني أقول لحضراتكم جزئية مهمة جدا بنحرص عليها أنا وزمايلي، وهي اختيار الضيف. ودي مسألة مش سهلة، فكرة اختيار الضيف مسألة محتاجة جهد وتدقيق وعناية شديدة جدا جدا جدا، وخصوصا انه الضيف اللي بيكلم حضراتكم من خلالنا هو بيشارك في تشكيل وعي وثقافة لمجتمع كامل. عشان كده احنا بنشوف اختيار الضيف مسؤولية كبيرة جدا علينا، مسؤولية كبيرة ان احنا نقدم ضيف يساهم في زيادة وعي وتنوير المجتمع، ضيف يقدم معلومة صحيحة، ضيف يقدم تحليل موضوعي ومنطقي للأحداث اللي دايرة حوالينا. ودي مسؤولية كبيرة بنوعد حضراتكم وبنجدد الوعد اننا بنكون وهنكون حريصين عليها واننا قدها. اما بقى القضايا اللي بنناقشها فدي قضية بقى لوحدها. ليه؟ لاننا بنختار القضايا في المقام الاول اللي حضراتكم مهتمين بيها، اللي بتشغل بال كل بيت، وبعد كده بنختار مين اللي يتكلم فيها. اي حد يتكلم؟ لا، لازم يكون حد فاهم قوي في اللي بيتكلم فيه، لاننا بنتعامل على اننا اصلا مشاهدين قبل ما نكون صناع لهذا البرنامج. وده اللي لقيتوه وشفتوه معانا على مدار سنه فاتت. نتكلم عن الشكل المبهر اللي قدمته مصر قدام العالم، التنظيم الرائع، العروض الفنية، الشخصيات الدولية المهمة اللي بتشارك في المنتدى. تتكلميش على أنا عملت إيه وجاي عليا إيه، البشرية شيء واحد، الكرة الأرضية البلانيت حاجة واحدة. أهمية استضافة مصر لمثل هذا المؤتمر. كالعادة بنلاقي الإشاعات قدامنا، وعشان الإشاعة تبقى مؤثرة لازم نتكلم عن حاجات الناس بتستعملها كل يوم. إحنا كمجتمع أعمال عمرنا ما بنشوف مشاكل، إحنا بنشوف فرص. الشعب المصري فيه صفات مش في أي شعوب بصراحة يعني. ماذا لو استمر حكم الإخوان؟ الناس استوعبت إن ما حدث هما اللي مقصودين. ينضم إلينا دكتور محمد معيط وزير المالية، السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. كيف سيتم ترجمة هذه الأرقام سيادة الوزير؟ المجلس القومي للأجور اجتمع كده وتحرك فيه الحد الأدنى اللي هو 2400، ودايماً عندهم تشاور مع بعض. في أول حلقة من هذا البرنامج كان مهم جداً أن يكون معايا شخصيات ليها كده قيمة وقامة. معركتنا الحالية هي معركة وعي. الإعلام مظلوم طول الوقت إن هو المتهم في كل شيء، الإعلام ينقل الأخبار ما بيخترعش حاجة. الرئيس عبد الفتاح السيسي بيطرح فكرة إيه؟ الشراكة والتعاون بدلا من الصدام. إحنا نتذكر كنا بنمسك رغيف العيش نقول ثلاث أرباع هذا الرغيف مستورد. ليه حضرتك اخترت كلية الحقوق؟ ومش اختيار لي أنا، واختيار ربنا لي. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا الآن المهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر الأسبق. سبب الرئيس لظاهرة اللاجئين هو التدخل في المنطقة، خاصة المنطقة العربية. لو ما كانتش المشروعات دي اتعملت كان ممكن القاهرة تصاب بشلل تام. ألو، جهاز حماية المستهلك؟ تمام يا فندم، مع حضرتك. بعد إذن حضرتك، أنا إنجي أنور من برنامج مصر جديدة قناة إي تي سي، عندي شكوى. مدرس اللي مش هيقدر يستوعب التكنولوجيا مش هيكون ليه مكان جوه الفصل. أنا عندي ثقة في الشباب المصري، وعندي ثقة
في الحضارة المصرية اللي بتظهر في وقت اللزوم. ما خسرناش شخصية المحامي اللي كان حلمه زمان، لأنه هو حارس الآثار المصرية اللي بيدافع عن الآثار. وأنا الوحيد اللي بقدر أتكلم بالفرعنة. وجه الآخر لسيادة المستشار حينما يريد أن يروح عن نفسه زي ما بيقوله، بيعمل إيه بقى؟ أنا لست بعيدا عن الفن، وإنما أروح عن نفسي بسماع الفن. عملتوا لنا صورة مشرفة قدام العالم كله. سعيدين أول شيء بتواجدكم معنا احنا في إكسبو. احنا في مصر بنقول على الأصل دور. مصر أيضا لها معزة وخاصة في قلوبنا وقلب كل إماراتي. مشكلة المحامي اللي أنا رايحاله علشان يدافع عني ويجيب لي حقوقي وبثق فيه، وهذا المحامي ممكن يبيع الخصم. احنا مش ملائكة، احنا عندنا اللي بيضيع وعندنا اللي بيغلط وعندنا اللي بيفسد وعندنا كل حاجة. يوم 1 اكتوبر سنة 1970، يوم لا يمكن ان ينسى في تاريخ مصر وتاريخ العالم العربي. دار الزمن او ما كنا واحنا صغيرين بقى، كنا دايما نستنى اعياد الثورة ونبقى مستنيين الاغنية اللي هيعملها في عيد الثورة. مكانك في القلوب يا جمال. يا دكتورة لميس، كان الرئيس بيقول لحضرتك ايه؟ بتقول لا يا رئيس انا مكحرطة خالص. مرأة في عهدها الذهبي بوجود الرئيس السيسي، مفيش مرة بيكلم الا بيجيب سيرة المرأة. الاعلام الروسي ما بين زمنين، زمن الاتحاد السوفيتي وزمن روسيا الاتحادية، اختلف طبعا. هذه الازمة سواء الروس او الامريكان او الغرب ضربوا بعرض الحائط وفي مقتل كل ما كان يقال عن أخلاقيات الإعلام. ينضم إلينا في مصر جديدة سيادة اللواء سمير فرج، المحلل الاستراتيجي الكبير. روسيا استولت على 20% من الأراضي الأوكرانية. بعض الناس بيختصروا الأداء المالي والاقتصادي كله في سعر صرف الدولار. عندنا 40,000 منفذ يخص وزارة التموين والتجارة الداخلية. تتلقى على تليفونك الشخصي شكاوى من مواطنين؟ الحقيقة أنا تليفوني مفتوح للناس كلها. في السنة دي بددوا أي أوهام عن أن الجماعة يمكن أن تكون في موضع المسؤولية أو في موضع حمل الأمانة في البلد. أحداث ومواقف سياسية كتير عدت وبتعدي علينا. طول عمر جو بايدن وأنا أعرفه من 30 سنة لما كان عضو في السنة مهتم بالعلاقات الدولية. كنت ضيفا عزيزا لدينا في مصر جديدة. شكر قوي وأهلا بالقناة كلها وأهنئكم بهذه القناة الوليدة.